بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا
What?
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أم تحسب أن
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ستة أيام
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وكان الله غفورا رحيما
والله